بهالعصر السريع بوجود وجبات السريعة، أنا مأكدة إنه كتار منكن ما عم يأكل كمية الكافية للخضار. الخضروات واحدة من أهم المضادات الأكسدة لحماية الجسم من السموم. الخضروات كمان غنية بالمعادن لحماية جهاز المناعة ولمكافحة البكتيريا الضارة. الهيليون، الكرنب، البقدونس، الأفوكادو، البروكولي، البازيلا، الكيوي والتفاح الأخضر هن أنواع من الخضروات والفواكه يلي لازم تزيدون على نظامكن الغذائي. Forever Fields of Greens هو الحل الأفضل لتضمنوا أنكن عم تاخذوا الخضار. هذا المنتج بيجمع بين عشب الشعير، عشب القمح، البرسيم والفلفل الأخضر يلي بتساعد على صحة الدورة الدموية وجهاز الهضمي. هذا المنتج ممتاز كمكمل غذائي، بيحارب حموضة المعدة، فقر الدم، الإمساك، مشاكل بالكبد، بيعدل المستوى السكر بالدم وجيد للعظام. بتحتوي العبوة على 80 حبة، فيكن تاخدوا حبة مرتين بالنهار. وما تنسوا تتواصلوا مع طبيبكن قبل استخدام هذا المنتج إذا كنتوا بتعانوا من اضطرابات هضمية أو إذا كنت حامل. بتمنى لكم عطلة فصل الربيع ممتعة مع رفقاتكم وأهلكم. أنا لين، أخصائية التغذية. انطرونا أسبوع الجاي وما تنسوا تعبروا عن أعجابكم. باي.